السلام عليكم ورحمة الله. قال المقاتل في مجلس شورى ثوار بنغازي بسام العقوري إن الأوضاع الميدانية تشهد هدوءا حذرا في أغلب محاور القتال بالمدينة. العقوري وفي تصريح خاص للتناصح قال إن اشتباكات متقطعة كانت قد وقعت في بعض المواقع بمحاور القتال بالمدينة إلا أنها لم تسفر عن أي ضحايا. وأضاف العقوري أن ميليشيات حفتر تتكبد بشكل يومي أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفها، ليس من أجل شيء إلا ليحكم حفتر وفق قوله. أكد المتحدث باسم الكتيبة 66 التابعة لثوار سبها بشير بن فايد أن خروج كتائب الثوار لتأمين المدينة وبوابة جويرت المال جاءت على خلفية الخروقات الأمنية والمشاكل التي تتعرض لها المنطقة. بن فايد وفي تصريح للتناصح أضاف أن الاستعراض العسكري الذي قام به ثوار الجنوب السبت شارك فيه اللواء السادس مشاة وكتيبة أحرار فزان والكتيبة 66 وشباب من الحرس الوطني، موضحا أن ثوار الجنوب بعيدون عن التجاذبات السياسية وأنهم مع حقن الدماء وفق قوله. يناقش مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي باجتماع له يعقده يوم الاثنين بمقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا استكمالا للمناقشة الأخيرة للمجلس في السادس من فبراير الماضي التي نتجت عنها استنتاجات مهمة. ووفقا لجدول الأعمال الاجتماع فإن هذه الاستنتاجات شددت على استعادة استقرار ليبيا من خلال تسوية سياسية شاملة، فضلا عن التشديد على الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه المنظمات الإقليمية في هذا الصدد. وأشار الجدول إلى إمكانية تطرق المشاركين في الاجتماع من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطورات عملية صوفيا البحرية الخاصة بمكافحة عملية تهريب البشر في البحر المتوسط. كشفت مصادر مصرية أن هناك وساطة دولية تقودها بعض الدول الإقليمية الداعمة لمجرم الحرب حفتر لإنهاء التوتر بينه وبين القاهرة، وهذا وتوترت العلاقات بين الطرفين عند انتقاد رئيس أركان الجيش المصري لما تقوم به ميليشيات حفتر من نبش القبور وحرق الجثث. وأوضحت المصادر أن محاولة التقريب بين الطرفين لم تسفر عن شيء، خاصة وأن حفتر يلوح بالدعم الروسي له ويرفض مقابلة رئيس الحكومة المقترحة. وفي ذات السياق يعتبر مراقبون أن رؤية القاهرة تتسم بالضبابية حيال الموقف في ليبيا وستحدد أو تتحدد بعد طرح الملف الليبي على ترامب لحشد الدعم الدولي للضغط على كل الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات. أكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها ستواصل بذل الجهود لتحسين الظروف المعيشية داخل مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين في ليبيا من خلال عدة برامج. المنظمة أعلنت على صفحتها الرسمية عن إطلاق خطة عمل لتعزيز وجودها داخل ليبيا، وذلك خلال زيارة مدير عام المنظمة السفير ويليام سوينغ إلى طرابلس الأيام الماضية. ختام الموجز مشاهدينا، إلى اللقاء.